شركتي الخاصة المتخصصة في مجال الإلكترونيك والصناعات الكهرومنزلية، بدقة وجودة وتكنولوجيا أجهزتها استطاعت أن تفرض نفسها في الأسواق المحلية والعالمية. هذا المصنع عنده حوالي شهرين ملي انطلق في مرحلة الإنتاج. حاليا عندنا حوالي 500 عامل، وقادرين نروحوا يعني في المستقبل حتى 600 عامل. وهذا المصنع يعني له طاقة إنتاجية تتجاوز 1 مليون وحدة جهاز تلفاز في السنة، و2 مليون وحدة جهاز هاتف نقال في السنة. كي تدخل عندنا طفلة جديدة تعقب على بيان سور تدخل على يد لانيم، ومن بعد يسك تعقب على شيف داتولي يدير لها نوتروتيان، ومن بعد تعقب على شيف دو لين يدير لها نوتروتيان، نشوفوا لي كاباسيتي تاعها، بلوس تعقب على تخوا زيتاب، كاينه لانسيرسيون بلوس لانسبكسيون بلوس تيست. وكي يشوفوها ابت ريكروتيوها. قطع إلكترونية تصنع محليا بيد عاملة جزائرية 100% بعد أن كانت تستورد من الخارج. نقوم بإنتاج كافة أنواع البطاقات الإلكترونية خصوصا موجهة لشاشات تلفزيون. في الماضي هذا المنتوج كنا نستورد 100% من الخارج، حاليا رانا استطعنا بفضل الله من إنتاجه محليا 100%، وذلك بفضل الجهودات المبذولة من طرف الدولة ومصنعين المحليين. فوكين توشي على المشروع هذا بزيادة لاغام دو برودكسيون من ناحية النوع ومن ناحية الكف ومن ناحية الكمية. جودة المنتوج بمقاييس عالمية مكن الشركة من كسب ثقة المستهلك، فأضحى الطلب أكثر مما أدى بالشركة إلى توسيع استثمارها وخلق مناصب شغل جديدة. ومن تجربة